لقد خرجتم من مدرسة الحج بأنفع الدروس وأزكاها، ونهلتم من معينه أهنأ المشارب وأرواها، لقد رأيتم قيام هذه الشريعة الجليلة على التوحيد، فلا يعبد إلا الله وحده، ولا يدعى غيره، ولا يطاف وينحر إلا له جل جلاله. لقد رباكم الحج على الصبر على الطاعات وكبح النفس عن الوقوع في حمأة الهوى والانزلاق في مكائد الشيطان، إنكم مأمورون إثر ذلك، إنكم مأمورون إثر ذلك بالمداومة على الصالحات والاستقامة على المأمورات والبعد عن المحظورات. قال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.